دشنت معالي الشيخة مهيب بنت محمد آل خليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار مساء أمس النسخة السابعة من مهرجان تأ الشباب تحت شعار تأصيل تنوير وتأثير. حضر الحفل العديد من الشخصيات الدبلوماسية والمهتمين بالثقافة والأدب إلى جانب مجموعة غفيرة من الشباب، وذلك بموقع قلعة البحرين. من هنا من قلعة البحرين، هذا الموقع الأثري الهام، انطلق مشوار النسخة السابعة لمهرجان تاء الشباب بعرض قرب الماضي بالحاضر، والذي مزج بعدة فنون أظهرت ملامح مبادراته التي تقودها الروح الشبابية الحيوية، والتي اختارت هذا العام شعار تراثنا ثراؤنا. تكامل فريق وزارة الثقافة أو هيئة الثقافة وتاء الشباب دائما يعطي النتائج التي ربما ميزت هذا النشاط وصار في له صيت وله متابعين وله مشجعين ربما في الدول الخليج العربي أكثر من البحرين. على ما نسمع هناك دعوات تصلهم، هناك متابعة، هناك تميز ملحوظ لهذا النشاط، ونحن موعودين ببرنامج حافل يبدأ هذا اليوم. تاء الشباب يعني في نسخته السابعة يبشر بخير، لأنهم اكتسبوا تجارب خلال السنوات الماضية من 6 التجارب السابقة، وبتضافر جهودهم وبالتقائهم مع بعض وبإخراج مواهبهم وميولهم وقدراتهم استطاعوا أن يكونون برامج متنوعة متعددة. تاء الشباب والذي سيستمر حتى 20 من سبتمبر الجاري، من المؤمل أن تزخر مبادراته الست ب15 فعالية تعكس أهمية تأصيل الموروث الحضاري والثقافي، وتسهم بتنوير المجتمع المحلي بهذا الموروث من أجل تحقيق التأثير المطلوب. كيف يرى الشباب التراث بعين مبتكرة وكيف يقدمونه بطريقة جديدة؟ هذا هو التحدي لتاء الشباب هذا العام، ولربما يعني لقطات الافتتاح تعطي لمحة كيف من خلال موقع أثري أضفنا الحداثة، كيف راح نضيف اللمسة الحداثية من غير ما احنا أيضا نخفي أكيد اللمحة التراثية. تتصل أهداف تاء الشباب دوما بالمجتمع عامة وبفئة الشباب بشكل خاص، إيمانا منها بسواعدهم المعطاءة القادرة على التغيير والتطوير. مهرجان تاء الشباب يعود بفصله السابع ليمزج الحداثة بتراثنا العتيد، مهرجان ينسجه شبابه عاما تلو عام من خيوط التنويع الثقافي والفني ليستخرج ثوبا من التميز والإبداع. بسام البدوي لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.